معايا بقى الأستاذ خالد البري، محامي محمد عادل. مساء الخير يا أستاذ خالد. مساء الخير يا استاذه بسمه، وانا اتشرفت بلقائك قبل كده في حلقه علولي يا جماعة، هو في ايه؟ انتوا ليه دايما موطيين كده؟ مش سامعة. استاذه معلش لحظة بسمه. معايا يا أستاذ خالد. اتفضلي اتفضلي. اتفضل يا فندم. انا اتشرفت بلقائك قبل كده في لقاء مع الاستاذه فريده الشباشي، وكان لقاء شيق بالنسبه لموضوع ده الشعراء. شرف لينا يا فندم، والحقيقة كنت عايزة أسألك، يعني النهاردة تنفذ الحكم القصاص والإعدام في محمد عادل، أنت شايفه إزاي؟ وهل أنت شايف إن إجراءات التقاضي كانت ماشية زي ما أنت كنت عاوز؟ وعايزة لا أعرف إجراء. أسبابك إيه في دفاعك عن المتهم؟ أنا دلوقتي تبنيت هذه القضية اعتراضا مني على الإجراءات المتلاحقة غير عادية اللي ما شفتهاش في قضية قبل كده في مصر. لا معلش تاني يا أستاذ خالد، يعني إيه؟ الإجراءات القضائية المتلاحقة، يعني المتهم النهاردة اتمسك، اتحقق معاه، بعدها في خلال الأسبوع ده نزلت القضية، اتحدد لها جلسة، اتحكم عليه بعدها بيومين. معلش يعني هي نيرة يعني بنت خالة القضاء ولا ايه؟ لا مش بنت خالة القضاء، مش بنت مال خالة القضاء. ده مال الواقعة ذات نفسها واقعة، يعني واقعة كبيرة. السبب فيها الأساسي غياب الخطاب طب عايز الديني. أسأل سؤال حضرتك الأول، التحقيق مع المتهم هل حصل بمعرفة النيابة العامة ولا لأ؟ حصل ولا ما حصلش؟ حصل ايه سيادة؟ تحقيق، التحقيقات التحقيق بالنيابه العامه. انا وحضرتك النيابه حضرتها العامه ولا لأ بكيل لكم كمدافع تفصيل عن واحترام. المتهم؟ طب هل المتهم في هذه الحاله، الحاله النفسيه والعصبيه من جراء جريمه القتل اللي هو عملها في الشارع، وتعرض للضرب المبرح، وكان اثار الضرب المبرح ظهر عليه، ده بعد ما حقق معاه قتلها في يعني، النيابه ازاي؟ حضرتك زعلان عليه انه بعد ما قتلها اتضرب؟ انا مش زعلان، انا برضو يا جماعه انا والله العظيم مشفق على اهلها، طب انا بسأل مشفق على على اهل حضرتك، محمد كل عادل. اجراءات التقاضي يا استاذ خالد تمت ام لم تتم تمت في اجراءات تحقيقات نيابة التقاضي وإحالة وحكم؟ بطريقه غير عاديه معلش حضرتك مش ومتلاحقه. هينفع ندخل على بعض في الكلام، انا لا هسأل اتفضل حضرتك وحضرتك تجاوبني، ولما اتفضل حضرتك تتكلم انا مش هقاطعك عشان اتفضل اتفضل الحوار اتفضل. يبقى ايه متكافئ والناس تفهمنا يا تحت فندم. امرك يا استاذه بسمه، اتفضلي اتفضلي. هل حضرتك تحقيقات النيابة حصلت ولا ما حصلتش؟ حصل تحقيق حضرتك النيابة حضرت العامة؟ هذه التحقيقات ام لم لا تحضرها ما حضرتش تحقيق طبقا النيابة، للقانون؟ ما حضرش أنا تحقيق النيابة، امال مين اللي حضر يا فندم؟ ولا حضرت ولا حضرت المرافعة أمام يبقى محكمة انت أول حضرتك درجة. توليت القضية في الاخر. أنا توريت القضية في النقض، طيب كتبت رأيي الله، فيها، دي مراحل طويلة يا أستاذ خالد أنا صح؟ زيادتك مراحل طويلة. أنت بس بتشكك في حاجة حضرتك ما حضرتهاش؟ أسبوع واحد اتحل قضية، ومحامي بعد إذن سيادتك محامي يوافق المحكمة على استجواب المتهم بالمخالفة للقانون. يعني لو المحامي خبير أو عنده خبرة كان قال يا سيادة القاضي أنا بعترض على إن أنت تناقش المتهم، ما خدش حقه، طلبنا بإحالة معلش ثانية المستشفى واحدة، الأمراض معلش النفسية ده والعصبية والتحقيق. محامي، معلش ثانية واحدة اتفضلي. ثانية واحدة، حضرتك بتشكك في زميلك دي حاجة تانية، يا سيادتك مش ما في بتشككش القضاء مني. والإجراءات بقى، يا احنا أنا بنثق في القضاء المصري قضاء ثقة المصري عمياء برفع له مفيش أي القبعة. تشكيك. لا برفع له القبعة، أنا ما بشككش في القضاء، بس طب أنا بقول أمال حضرتك الكلام بتقوله ده أنا معناه رفعت إيه؟ حتى دعوة بطلب التشكيل لجنة ثلاثية من أساتذة المخ والأعصاب والطب النفسي. اترفضت الدعوة. قدمنا بأكثر من طلب لسيادة المستشار الجليل النائب يا العام. أستاذ تم خالد رفض أنت هذه في آخر الطلبات. مرحلة في النقد وعايز تطول؟ مش معلش هطول يعني حضرتك شايف، حضرتك شايف أن هذا يا استاذه بس، المتهم احنا في دولة قانون، اللي في هو دولة حضرتك قانون. بتقول أنه مريض، على فكرة على أنا صعبان عليا جدا والدته وأهله، يعني ايوه أنا مش يعني، لكن أنا مش بتشفى فيه، على لكن فكرة استاذ بسمة انا القاتل عجبني، قاتل والمقتول انا مقتول. عجبني يا سيادتك فندم المتكلمة. خليني أكمل كلامي يا اتفضلي فندم. اتفضلي اتفضلي يا استاذة بسمة. ولكم قصاص، لكم لكم في في القصاص القصاص حياة حياة يا أولي يا الألباب. أولي الألباب. معلش ثانية واحدة يا أستاذ خالد، حضرتك دلوقتي بتقول
او عايز تقول انه محمد عادل كان مش طبيعي، صح؟ هل انا واحده من الناس اللي هي بتسمع وبتقرا وبتشوف وكانت متابعه القضيه، هل اللي خطط واللي خبى السلاح واللي راقب واللي طلع الاتوبيس واللي نحرها، هل ده واحد مش طبيعي وعنده هذا الذكاء بذلك التخطيط، وواحد مش طبيعي دخل الجامعه وكان من الناس اللي كانوا شاطرين في الجامعه وكان بيساعد الناس وكان بيساعدها في بعض الحاجات زي ما قال في الدراسه، هل ده مش طبيعي؟ ده بكامل قواه العقليه، ازاي دخل الجامعه وازاي كان بيذاكر وازاي كان بينجح يا فندم؟ ممكن ارد على سيادتك بقى؟ ممكن ارد على سيادتك؟ اتفضل، ما انا سكت بقى. انت سيادتك، انت سيادتك في بدايه كلامك عرضت عرض شيق وعرض نفسي لهذه القضيه الشائكه اللي حدثت اكثر من مره في مصر. دلوقتي هل هناك شخص عاقل او متزن وغير مصاب باضطرابات نفسيه او عقليه يقدم على هذا الفعل الآثم اللي هو اقدم عليه؟ اقدم عليه ليه؟ انت بتقول راجل متفوق، راجل عاقل، راجل هيقدم على هذا الفعل الانتقامي ليه؟ هو في الشارع ليه؟ على فكره يعني حضرتك عمرك ما جالك قضيه انه ناس كتير بتقتل وهي في كامل قواها العقليه؟ عادي القضيه دي حضرتك محامي كبير يعني وعارف يعني وحضرت الاف القضايا. بسمه يا استاذه بسمه، وحضرت عن المجني عليهم كمان في بعض القضايا، اتفضل رد عليا. انا حضرت مع المجني عليهم في بعض القضايا، وانا لا اشكك في القضاء المصري ولا اشكك في الاجراءات، ولكن كل مطلبي ان هو كان ياخد حقه الطبيعي كمتهم في الدفاع عن نفسه. ماشي، مش حضرتك عرضت مطلبك ده؟ هيدير العداله، هيدير العداله اذا كان المتهم قد تم احالته الى اساتذه من الطب النفسي ومخ والاعصاب وكشفوا عنه. لا انت حضرتك عايز تشوف له مخرج، معلش في فرق، حضرتك عايز تطول وعاوز تشوف له مخرج وعايز تبرئه وانت عارف انه مدان. يا ست والله انا عارف ان هو مدان وانا عارف. امال ايه؟ انا طب خلاص انا كده حضرتك قفلت الحوار. انا طب معلش يا فندم لحظه واحده، معايا انا معايا الاستاذ خالد عبد الرحمن محامي نيره اشرف، اتفضل ليه كلمه عايز يقولها. اتفضل يا استاذ خالد. قول يا استاذ خالد. اتفضل. مساء الخير يا استاذ خالد. ازيك يا استاذ خالد، اخبارك ايه؟ مساء الخير يا حبيبي. بص يا استاذه بسمه، بعد رفض النقد اصبح الحكم نهائي بات واجب النفاذ. ما يوقفش تنفيذ الحكم على امر واحد طبقا للقانون اللي احنا اتعلمناه وهو نص 41 من قانون. معلش ارجوك ما تدخلش على كلامه يا استاذ خالد، وادي له فرصته لما يخلص حضرتك ترد عليه. اتفضل استاذ خالد عبد الرحمن. نص الماده 441 من قانون الاجراءات الجنائيه فقره 5، اذا حدث او ظهر بعد الحكم وقائع او اذا قدمت اوراق لم تكن معلومه وقت المحاكمه وكان من شان هذه الوقائع الاوراق ثبوت براءه المحكوم عليه فقط. لكن نرفع دعوة علشان نجيب لجنة ثلاثية، انت بتصطنع دليل لنفسك وهذا مخالف للقانون، هذا مخالف للقانون، وبالتالي توجه الى معالي النائب العام. تم الرفض ضمنيا وليس صريحا، تم الرفض ضمنيا بان احال جميع الطلبات الى نيابة شمال المنصورة. تم رفع الدعوة امام مجلس الدولة وهي غير مختصة، قضت فورا وفي ذات اليوم بعدم اختصاصها ولائيا لان الدعوه مرفوعه غلط، مع احترامي طبعا لك يا استاذ خالد. فما كان الى ان تم ادراج محمد عادل برقم 21 امر اعدام، وكان زي ما انا قلت وصرحت هينفذ خلال ايام، وحدث اليوم فجر اليوم وتم تنفيذ حكم الاعدام طبقا لصحيح القانون والشرع والقرآن بتاع ربنا. اتفضل بقى يا استاذ خالد، اتفضل من حقك ترد. اتفضل جاوبني على السؤال اللي انا كنت عايزه اللي هو انا دلوقتي سيادتك رافع الدعوه بتاع القضاء الاداري ليه؟
المتهم لم ياخذ حقه الطبيعي في في الدفاع عن نفسه. طلبنا احالته لمستشفى الامراض العقليه، محكمه النقض رفضت. اتقدمنا لسياده المستشار النائبي العام طبقا للقانون، رفض. طعنت على القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ القرار في محكمه القضاء الاري طبقا لاقتراح القانون. تم رفض الدعوه، قال لك المحكمه غير مختصه ولائيا، في حين ان قضاء مجلس الدوله مختص ولائيا بنظر هذه الدعوه. الاستاذ خالد لما قال لك نص الماده 441 فقره 5، انا كنت بقول لو المتهم مختل عقليا او مصاب باي خلل عقلي ده حاله من حالات التماس عقد النظر اللي كنت عايز اوصل اليه. وانا محامي بادافع عن رايي القانوني في هذه القضيه، ان ياخذ المتهم حقه طبقا لميثاق القانون وطبقا لميثاق الامم المتحده والاعلان العالمي لحقوق الانسان. والاستاذ خالد جاوبني على ما كنت اصبو واصل اليه. استاذ خالد عبد الرحمن، محكمة أول درجة هي المختصة فقط بطلب الدفاع بعرض المتهم على الطب النفسي، وكان من بهاء بيه سؤالا صريح، كل واحد أضرب نفسه، سؤالا صريح للمتهم: هل أنت مدرك ما تقوله؟ أي نعم. سؤال من الدفاع عن المجنى عليه للمتهم: أنت واعي يا محمد اللي بتقوله؟ أي نعم، وموجود في محضر الجلسة هذا الأمر. سؤال من احمد حمد دفاع المتهم انذاك: يا محمد انت واعي اللي بتقوله ومدرك لكل قواك العقليه؟ قال له نعم، وكان واردا في محضر الجلسه لاول جلسات محاكمه هذا المجرم. بهاء بيه اما قعد الولد وتم سؤاله في تفاصيل دقيقه: ما هي المواعيد، المواقيت، الوسيله، مخططه الجريمه، هل كان مدرك ولا لا؟ كان مدرك، وكلنا سمعنا كلام الولد. حضرتك بتقول ان كان المحامي المفترض ان هو يعترض على ان بهاء بيه ما يسالوش حقه وحق الدفاع، بس عاوز اقول لحضرتك على حاجه يا استاذ خالد. كون بهاء بيه سال محمد هو اللي عمل الجدليه والجدل اللي حاصل من يوم القضيه الى الان، لانه نال استعطاف بعض. تسمح لي يا أستاذ خالد عبد الرحمن أقول حاجة عشان ننهي هذا الحوار اللي هو أصلا يعني إجابته موجودة. من الواضح يا أستاذ خالد البري إنك ما يعني جيت في الآخر وما حضرتش المراحل الأولى، وحضرتك بتدور على مخرج بإنك أنت بتشكك في قوى العقلية، مع إنه المفروض إنه كان طالب وكان مجتهد وكان ناجح وكان بيساعد الطلبة وبيساعدها، فحضرتك وخطط وعمل بذكاء جريمته، فحضرتك عشان تقول إن هو مختل عقليا يعني ما فيش حد ممكن يدخل في دماغه الكلام ده. لما قضائيا بقى أنا مش هقدر أتكلم، والحكم عنوان الحقيقة. وبشكرك جدا أستاذ خالد البري برضو، وعايزة أقول حاجة يا جماعة، يعني الحقيقة أنا مش فرحانة في محمد عادل، بالعكس أنا زعلانة عليه إن هو عمل في نفسه كده. أنا أم وحاسة بأمه، يعني هو وصل نفسه لمرحلة إنه دمر عيلته وخلى أمه، أكيد أمه دي قلبها مش موجود زي قلب أمه نيرة بالظبط، ما يختلفوش الاتنين، دي بنتها اتقتلت ودي ابنها اتعدم، فاللي بيقاسي هو الأهل. فاللي أنا عايزة أرجع أقوله عشان أقفل موضوعي ده، عايزة أقول نصيحة للشباب: بطلوا تفتكروا ان الجامعه هي مكان للغرام والحب، هي مش كازينو انت رايح تقعد فيه وتختار فتاه احلامك، الجامعه مكان مقدس رايح عشان تتعلم وبس، انما عشان خاطر تحب وتعمل علاقات وتعمل دونجوان واللي ما تحبكش تقتلها. بطلوا الكلام ده يا جماعه من دماغكم علشان تبقوا ناس عاقله.